الغرق السنة دمار للفلاحين، ولا إشي ظل فيه. كان مزروع قمح، كان مزروع حمص، كان مزروع فريكي، كان مزروع حشيش، كلياته راح غرق وراح دمار على الفلاحين، ولا إشي زبط. حتى اللي بريت الغرق مش زابطة، بزرعوها ومش عم بيطلع. الشتاء والمي كثير أثرت على الأرض. هاي من زمان، من السبعينات والأربعة وسبعين والخمسة وسبعين، وهو هيك يغرق الغرق. قعد فترة بيجي خمس سنين ما غرقش، إسا رجع يغرق. يا السنة غرق دمر الدنيا، وهي لا غادرين يفوتوا على الأراضي، لا غادرين يزرعوا، لا غادرين. كل الفلاحة راحت. زرعنا حمص غرق، زرعنا بازيلا غرقت، زرعنا فريكي غرقت، زرعنا قمح كله غرق. العوض بوجه رب العالمين. كان زمان سهل البطوف يدر علينا دخل ومدخولات مليحة. مع كل احترام لسهل البطوف، مننساش احنا كرموا علينا وسخاءه الماضي، ولكن بالفترة الأخيرة، بالسنوات الأخيرة العشرة الخمستعش لوراء، احنا عم نتحمل كثير عبء من الهجمة الحكومية علينا، من الاستيراد من برا، من الأوبئة الجوية والتعفن الجو والبيئة. هاي كلها بتأثر على المحاصيل وعلى الأرض، بالإضافة للغرق اللي انت شايفينه. وهذا كمان الضرر والطامة العظمى اللي هو احنا بنسميه، يعني فيش له غير نقول انه كارثة طبيعية بكل معنى الكلمة. انت حكيت ألاف الدنومات، انا بوضح شو ألاف الدنومات للمشاهدين المستمعين اللي بعرفوش بعد شو سهل البطوف. مساحته وجغرافيته، مساحته هي تقدر بين 50 ل 60 ألف دنوم، مغرق في أكثر من النص، يعني أكثر من 30 ألف دنوم اللي شايفينها تحت الغرق. مع كل أسف إنه هاي الأرض كمان انزرعت وأخذت الخدمة اللازمة. واسأل، أنا مسؤول عن كلامي، اسأل المرشدين الزراعيين اللي بيعرفوا مزبوط بالزراعة. خدمة كل دنم لبين ما تزرعوا من حراثي، من بذار، من يتخطى 400 ل 500 شيكل. يعني اضرب 3 × 4 × 3 × 5، حوالي 15 مليون شيكل. هاي الاضرار على اهل عرابي سخنين، قسم قليل من البعيني، قسم قليل من العزير. الضرر الاكبر هو على اهل عرابي سخنين. توجهنا وحكينا، نشدنا، صرخنا، صيحنا، استنجدنا. لا حياة لمن ننادي، لا من أعضاء كنيسة ولا من وزارة زراعة ولا من أصحاب الأراضي نفسهم في موت سريري. نشكو أمرنا لله تعالى فقط.